الحكومة بتستثني المخابز البلدية من زيادة أسعار الغاز الطبيعي. المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برفع أسعار استهلاك الغاز للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي. طبعا ده هيكون وفقا لشرائح استهلاكية بيتم العمل بالزيادة إن شاء الله هيتم بين بداية مايو المقبل. نص القرار على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفقا للشرائح الاستهلاكية التالية، يعني حتى 25 متر مكعب ب 40 قرش للمتر المكعب وما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يقدر ب 100 قرش للمتر المكعب، أما ما يزيد عن 50 متر مكعب يقدر ب 150 قرش للمتر المكعب. وقد استثنت الحكومة المخابز البلدية من قرار زيادة أسعار لاستهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية لتتم معاملة المخابز طبقا للأسعار المعمول بها قبل صدور القرار. هو أكيد طبعا عملية زيادة أسعار الغاز المنزلي وما إلى ذلك ده في هذا التوقيت ده كمان أكيد هو له هدف. يعني هنحاول إن احنا نعمل اتصال بأستاذ منصور كامل، لحين ما يجهز الاتصال مشاهدينا نستعرض عليكم باقي الأخبار بتاعتنا. الخبر عندنا بيقول عنوانه أبو حديد: الزراعة التعاقدية تحقق زيادة دخول المزارعين. الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أعلن أن عدد العقود التي أبرمت مع مزارعي القمح للموسم الحالي بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان و250 ألف فدان لأراضي الإصلاح الزراعي و35 ألف من مساحة 308 ألف فدان مزروعة بالقمح من أراضي الاستصلاح. طيب، وأضاف أيضا كمان أن السعر المعلن للإرداب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيه وأن الحد الأدنى لتوريد 15 إرداب للفدان ويمكن توريد أكثر من ده على أن يتم التوريد داخل القرية الجمعية التعاونية أو الشونة. معنا دلوقتي على تليفون مهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الزراعه التعاقديه، يعني احنا يمكن كان بقالنا سنتين واحنا بنتكلم في الموضوع ده ان الاوليه السياسه التسعيريه او اللي هي التشجيعيه للفلاح المصري. في يعني تصريح اخير لوزير الزراعه بيقول ان هذا الاجراء من الزراعه التعاقديه بيحقق زياده دخول المزارعين. الى اي مدى بقى يا فندم لو حبينا ان احنا نقيس هذا يعني او هذه الطريقه؟ الو ايوه يا فندم. يعني حضرتك كنت عارفه احنا لما نيجي نعلن على الزراعه بنعلن على السعر الاول عشان يبقى في رضا تام للمزارع وبيقدر يحدد ان هو هيزرع وهيكسب من هذا الزراعه. عشان كده زي القمح حددنا سعره قبل موسم الزراعه تماما، ويمكن في اقبال شديد على زراعه القمح بزياده السنه دي اكثر من 200 الف فدان عن السنه اللي فاتت. نعم. فأي الزراعة التعاقدية مفهومة إن أنا بحدد سعر للمحصول وكمان بحدد بقول إن أنا ملزم إن أنا هاخده أو بوجد عملية تسويق لهذا المحصول عشان المزارع يبقى آمن. مش معقول هيزرع وبعد كده ما يعرفش يسوق المحصول بتاعه. فالزراعة التعاقدية هنا بترتبط إن أنا بطلب المحصول بحدد له السعر قبل الزراعة، كمان بحدد له كيفية التسويق بتاعت هذا السعر، عشان كده المزارع بيأمن أو بيأمن على هذه المحصول ويتعاقد، وإن شاء الله دي تبقى فكر الزراعة مستقبلا، لأن يمكن دي حتى يعني جديدة خالص في الزراعة، مش ما كانتش منتشرة عندنا. أيوة. ودي بتحل مكان الزراعة بتاعت الزراعة اللي هي بالدورة الزراعية بتاعت زمان. على أساس نقدر نوجه التوجيه الزراعي والتوجيه الاقتصادي للحصلات الزراعية الاستراتيجية بتاعتنا وما يحتاج السوق بتاعنا من هذه الزراعات. طيب باشمهندس حمدي، يعني الجمعية دلوقتي الجمعيات كلها سرت عاملة ازاي دلوقتي لاستلام محصول القمح لهذا الموسم؟ حضرتك لأول سنة السنة دي الحقيقة هيمتنع تماما التاجر من عملية تجميع القمح وتوريده إلى الشون للجهات المسوقة سواء كانت البنك أو الصوامع والمطاحن. نعم. النهاردة الجمعية هي اللي بتحل محل هذا التاجر، لأنها هتاخد المحصول تماما من الفلاح من قلب الغيط وهو بعد عملية الدراس وتوصله معاها إلى الشونة بتاعة البنك. وإحنا عاملين من خلال اللجنة التسويقية للمحصلة الاستراتيجية 5 أيام للمزارع، ما حدش يزحمه، لا تاجر ولا أي جهة أخرى تزاحم هذا الفلاح. كمان عملنا الجديد السنة دي إن إحنا هناخد الشوالة
الابوات البوت من الشونه بتاعه البنك، بنديها للمزارع عشان يعبيها من المكنه مباشره عشان نقلل عمليات الفاقد وعمليه خلط الاقماح بالاتربه في حاله اعاده التعبئه مره اخرى، وبالتالي بنسهل عمليه التسويق وبيقل الفاقد تماما. نعم. الكلام ده عشان المزارع ياخد حقه مباشره اللي هو السعر المعلن من قبل وزاره الزراعه اللي هو 420 جنيه. نعم. عند التوريد هياخد ال 410، وعند الدرجه اللي هي عليها 5.5 جنيه دي درجات النظافه حينما يتم سحب عينه من هيئه الصادرات الرقابه على الصادرات والواردات هي اللي بتحدد درجه النظافه، ويبقى بيديله الجمعيه بتديله باقي حقه تماما. نعم. طيب باشمهندس حمدي، لحد دلوقتي كم مزارع تم التعاقد معاه؟ يعني كم يعني عددهم قد ايه تقريبا؟ انت حضرتك عشان احنا اطلقنا الكلام ده الموسم ده، فكان العدد الحقيقه يعني مش كتير، قد يصل الى 100,000 مزارع السنه دي، لكن احنا بنعتبر ان كل الناس اللي زرعوا القمح متعاقدين مع جمعياتهم، واحنا بنقبل كل هذا القمح اللي مزروع من خلال الجمعيات تماما، لان الناس برضه ما كانش عندها ثقافه الزراعه التعاقديه، لكن لما يحس ان هو السنه دي ارتاحوا في عمليه توريد القمح وما كانوش بيقفوا طوابير زي السنين السابقه وما كانش بيتقبل منهم القمح بتاعهم، اعتقد دي هتبقى تشجعهم على المواسم القادمه للتعاقد مع الجمعيه عشان يرجع دور الجمعيه تاني زي زمان. نعم. ودي هتبقى مهمه لبدايه العمليه التعاقديه في الموسم الحالي. نعم. طب يا فندم، يعني توفير السولار ودي يعني مشكله طبعا بتضايق كل الفلاحين والمزارعين، هل تم التعاقد مثلا او الاتفاق مع وزاره البترول علشان يبقى السولار ده متوفر في فتره الحصاد، في فتره التجميع، كل الحاجات دي كلها يا فندم؟ والله يا فندم انا يعني وزاره الزراعه لا تألو جهدا، ومعالي الوزير يمكن عامل اتصالات ومع شريف بيه وزير البترول وايضا وزير التجاره او التموين عاملين اتصالات على اساس ان عمليه حصاد القمح بتتم في وقت محدد، وما يستحملش القمح ان احنا نحطه او نخليه يتاخر في الدراسه عشان ما يعملش فاقد في الحبوب. تمام. واعتقد انهم موفرين، يعني كل الحكومه بتبذل جهدها على انها توفر كل السولار لالات الدراسه وعمليات النقل، ويعني وعدنا شريف بيه ان كل الحاجات دي هتبقى متوفره للمزارع تماما في خلال موسم الحصاد ان شاء الله. شكرا ليك باشمهندس حمدي عاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. شكرا يا فندم.